قولي لهم السلام عليكم بجوج. بدأوا أنا وياك. يلا واحد يقول واحد جوج ثلاثة. جوج ثلاثة. السلام عليكم البنات. لاباس عليكم. نيا أموركم بخير وعلى خير. يلا أرى نهضر أنا نقول لهم أهلا وسهلا الفاميلة ديالي. لاباس عليكم. نتمنى إن شاء الله تكونوا كاملين بألف صحة جيدة وفرحانين وناشطين. صراحة البنات توحشتكم وعارفين الظروف اللي غدرتني عليكم والله شاهد الى توحشتكم بزاف بزاف وبزاف متتبعات ديالي. الميكروفون ديال جد انا كنهضر به اليوم ياك نديرو به فيديو. بزاف منكم كيصيفطوا لي في الانستغرام كيصيفطوا لي في لي كومونتير في لي فيديوهات القدام. كوثر توحشناك. كوثر اليوتيوب ظلام بلا بيك. صراحه ما جاتنيش نحط وما كانش عندي المورال باش نديروا دي فيديو هكا. كنبغي نعطيكم الطاقه الايجابيه. كنبغي نعطيكم رغم كل شيء الابتسامه. ياك نضحكوا لهم. يلا دير لهم شي ضحكه. دير لهم شي ابتسامه زوينه. ندير لهم البنات. بلاتي انا تنهضر. عرفتوا البنات الظروف اللي خبرتني عليكم. راك انت هز بلاتي تنكمل انا هضره. المهم البنات عرفتوا الظروف اللي خبرتني عليكم. صراحه ظروف ما سهلاش. وبلاتي نكمل انا صاحبي. واش نكمل انا تتبدا انت الاول. يلا تي انا. المهم البنات عرفتوا الظروف اللي خبرتني عليكم وهي وفاه ولدنا كاملين. ولدنا ريان الله يرحمه. قول الله يرحمه. يرحمه. قولي صاحبي ريان الله يرحمك. صاحبي يرحمك. الله يرحمك يا ريان. اللهم ريان. وتعازينا الحاره لخوتنا كاملين. اي واحد تالم واخا نهضر دابا انا. لا نهضر غادي نكمل صافي انت يا يلا. تعازينا الحاره للعائله ديالو. تعازينا الحاره للشعب كامله. تعازينا الحاره لخوتنا كاملين. اي واحد تالم اي واحد عاش معانا كل لحظه بلحظه. شكرا للناس الجزائر اللي كانوا صراحه داعميننا. مصر كلشي الدول سوريا كلشي الدول اللي تضامنوا معانا وهزين سميت ولدنا اللي ولا كاملين ولدنا ريان يعني ماشي غير ولد يعني والدي ولا ولدنا كاملين. داكشي البنات باش ما قدرناش نحطو كنا مألمين وباقيين مألمين ولكن رغم الظروف وتستمر الحياه. ما يمكنش نبقاو عاقدين يدينا ونبقاو مألمين وبقاو كلشي الالم كيكون في واخا نسر بنكمل الهضره. الالم كيكون في الداخل ديالنا ولكن الحمد لله على كل حال وتستمر الحياه. وضروري هكا نعطيو الطاقه الايجابيه لوليداتنا وردوا لوليداتنا البال. هذه كانت عبره وحكمه لنا كاملين باش اننا اللي عندها شي ضويصر ترد ليه البال. يلا انت اش بتقول لهم. يلا هضر. البنات انا جيت نقول الحليب نقلها ولكن ممكن نمشي لبيتي. اش بغيتي تقول لهم؟ ما باقيش يجيو لبيتيز ياك؟ لا قول لهم ما باقيش تجيو لماماكم لبيتيز. دروج ليكم لبيتيز لماما بحال جد ما تيجيش. جد داير الكاسك و تيلعب في البيكالا ياك؟ و تيلعب في تخوتينات. برافو عليك. سدت علي المروة حتى تسمت اكلت و حتى تسمت. ايوا دتني ايوا ايوا انا كنت في الطريق تكبوحدي وخلين ماما دت ولدنيش هنا تعاود لك تعاود لكم. بنات رجعت معكم ان شاء الله بكل طاقه ايجابيه. فيديوهات نتمنى تشجعوا القناه ديالي وتزيدوا تشجعوها وتبارطاجيوها وهكا تدعموا المحتوى ديالنا. المهم البنات الله يفرحكم بوليداتكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا سمعتوا اخبار ساره لوليداتكم. والله البنات الى وليداتنا الحمد لله نجحوا نجحوا بتفوق وبخير وعلى خير ولكن مع هذا الالم وهذا المأساة اللي عشنا مع ولدنا ريان صراحه كاع ما فرحنا بوليداتنا. نكذبوا على الله حرام والله ما فرحناش ديك الفرحه. نهار الريزولتا نهار تعلنات الوفاه يعني بكينا وداكشي ما كاين. باش رجعت لكم بكل حماس بكل طاقه ايجابيه. الفيديو ديال اليوم صراحه زوين. جايين عندي الضياف من كازا تحيه لهم كبيره. هادشي صراحه اليوتيوب بس زوين. الحمد لله عرفنا على الناس الزوينين. يا ربي تخلينا كنعرفوا هي الناس الزوينين. وتحيه لهنا لصحاباتي كاملين اللي كاينين في كازا سواء المتتبعات سواء صحاباتي اللي تا هما هكا في اليوتيوبرز. تحيه لكم كاملين. يلا تحية لكم كبيرة ومرحبا بكم حتى نتوما عندي في مدينة مراكش.
والهلا يخطيكم. المهم اليوم صراحه جايين عندي شي ناس عزاز هكا في اليوتيوب كنهضروا مع بعضياتنا، متواصلين مع بعضياتنا، اصدقاء في العمل ديالنا اليوتيوب. ايوا صافي، وجايين عندي مضيفاهم عندي في مراكش. بغيتكم تعيشوا معايا هاد الشيء كامل ونبارطاجي مع خواتاتي. ها كتبدلوا شويه الجو صراحه، وتبدلوا الالم راه كاين ولكن وتستمر الحياه. المهم خليكم معايا في هاد لا فيديو. اهم حاجه ما تنساونيش باللايكات ديالكم. خليكم معايا البنات، واحد المفاجاه. شكون جا عندي؟ مرحبا بالسي المهدي. مرحبا بعندنا في مراكش جاوا المدام ديالو وليداته. مرحبا بي والف مرحبا، تشرفوا لينا مراكش. الله يكبر. المهم الناس اللي ما كيعرفوش القناه ديالو سميتها مهدي اسماك مهدي العيار. اسماك مهدي العيار، معلومات على الحوت، وصفات الوصفات ديال الحوت، كل الحوت صراحه. البنات صحباتي اللي عرف حكيمه، ام سيف، الهام الطويل، صراحه بزاف ديال البنات صحاب تحياتي اليوم من هنا مغربيه عابر مغربيه هي في الهند حتى هي. تحيه لكم كاملين البنات. وهو السي المهدي في ضيافتي اليوم في مراكش. الله يكبر بختكم صافي. والله الا شرف بيا، عيط لي قال لي جي لمراكش، قلت لي ناري ما نجيب المدام وما نجيب الوليدات. ضروري ضروري نجي لمراكش عند اختي كوش. الله يبارك. مرحبا بك. كازا جي عندي ان شاء الله. ان شاء الله. ومن العلا الحاجه، والله الا الام ديالو خلات بلاصتها بزايد. قلت لها ايش تو، قلت لها ما كون جبتي الحاجه الوالد كنشوفو معاك في الفيديو. عزيز علي كنشوفو. الله يحفظ اختي كوش. مرحبا. الله يكبر. الله مرحبا، وشرفتوا مراكش وشرفتوا بناس البيجا والناس كازاوا صراحه. الله يعمر هذا وعزيزين علينا. ومرا انتم معنا البنات، المهم مع السي المهدي. خليكم معايا. مرحبا والف مرحبا البنات. المهم فاش جا معنا السي المهدي هو ضروري بقعده مع المراكشيين، ما يمكنش ما تحضر فيها بشرى. المهم عيطت لبشرى قلت لها راه جا السي المهدي، عيطت لها باش هكا تجلس معنا وتغدى معنا. كنا بشرى اييه في الخدمه، والله الا عيطت ليا. هو اصلا هي كتعيط لي في الواتساب، ما عنديش من الواتساب، عندي مكالمه قالت لي راه كاين المهدي. قلت لها انا عندي البيرمي ما نخش حتى الربعه. قلت لها اش غديري؟ غادي نسلت وغادي نجي. قالت غادي تسلت وغادي تجي. سلت غادي نسلت. والله الا نهار كبير هذا. ومرحبا بالسي المهدي. الله يحفظك اختي كوثر. الله يكبر لك. والله الا نهار كبير هذا من حنا معاكم هنا. والله مع المراكشيين والكازا وجع المراكشيين. نزل كازا راه الجود والكرم. والله الا مرحبا بهم صراحه، الله يعمر هذا. ومرحبا بكم حتى انتم معنا. مرحبا بكم عندنا في كازا ان شاء الله. اختي بوسرا واختي كوثر جيو كازا، مرحبا بكم الف مرحبا. نشد البيرمون. لا نمشي. المهم البنات راكم عارفين صاحبتي بوسرا قناه امراه مكافحه، راه عارفين على الكفاح والجهاد. اسم على مسمى القناه ديال السي المهدي اسماك. هذا كيف عليا ديك السميه قولها لك. اسماك المهدي العيار. اسماك المهدي العيار راه عندي محل تبارك الله ديال الحوت والطريقه ديال كل حاجه. بغيتو تسولو معلومات الناس تاع كازا يمشيو عندو. واش من بلاصه قلتي لي؟ في سوق حي الشريفه. سوق حي الشريفه. وانتم معنا ومرحبا بهم عندي صراحه. ما حقوش لكم راه ما علمني حتى البارح في العشيه. الله يحفظك. يا وسط النهار انا زي جاي عند العائله ديالنا. داكشي والله حنا عائله مع بعض زيتنا. الله يكبر بهم. مرحبا بابا. باقا نسالك ماشي خصك عندي انا دابا الدار. اجي عندك ان شاء الله. مازال ما غاديش. ما عرفت شحال بغيت ما عرفتش شحال. انا مازال ما خدامهش جالسه حابسه. جيو عندي. غنديروا شي بقيتو ونجي. جيو عندي. الله يسر ان شاء الله. والله الا عرفتي راه دابا دابا جلست الاربعاء غنجلس غدا الاربعاء وندخل تم الخميس مورا الاربعاء الاخر. علاش هبسين كنت عندي امتحان انايا لا حبيتي داك اللي كنت كاري بصح مازال ما حط والو. واش الشعال بنات تدعوا معايا ان شاء الله؟ اليوم عايش البير من البلدان يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف، كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة.
كازاوي على الطنجيه المراكشيه كي جات بصراحه انترفيو الصحافه يلا جاوب الله يعطيك لا بصراحه بدون نفاق لا ما كنكذب والو يلا ميكرو بصراحه الطنجيه كانت مستوى والحيمات مع الكيد العامات هذاك الشيء على حق وطريف والله يعطيك الصحه ما يمكنش يجيو كازاوي عندهم لا والله الا عجبتني الطنجيه راه قال يعتني نمره السيد اللي كيجي راه والله الا قلت لك تعطي النمره ديالك السيد اللي كيصرع شنو راه ما شاء الله الله تبارك الله نجات زوينه نجات زوينه الفن نجات مع الكوطيبه كاع الطنجي اللي كطيب في القلوشه كتجي بنينه والله العظيم الا نهار كبير صراحه هذا تجمعنا فيه بنات مراكش الله العظيم تحيه لكم الناس ديال كازا الناس ديال كازا الناس ديال كازا العقوبه ديال مراكش الله فينا العقوبه الناس ديال كازا بلا نهجموا عليكم كازا بلا نهجموا يجيو انا كنتسنى الجهه ديالكم حتى نوقفوا لك في الحانوت نوقفوا لك في الحانوت تشوفها اجي نطلع بحالك ان شاء الله نمشي نشوف الوالده عندك الحجه مرحبا والله الا الحجه مسكينه ديما كتسول فينا مرحبا بكم والف مرحبا على راس العين الله يعطيك الصحه مباركه الله يسعد مباركه تلاقينا هكا بنادم كنهضروا يعني تتلاقي مع بنادم في لي ريزو سوسيو كت تفاهم مزيان هكا الله يلا خير كثير ملي سبحان الله ملي تلاقينا معاكم وشفناكم حبيت اليوتيوب كيلاقينا مع الناس زوينين والله الا اليوتيوب حاجة زوينة في اليوتيوب كنا كتلاقي مع الناس زوينين كتعرفي على الناس كتديري عائلة تقرعت على زيزو داكشي دابا شوف فيديوهات كاين الشعر ما مرضيتش ليه بان واش كان عنده الشعر لا الشعر في الفيديوهات كيبان لي الشعر اول تقرعية السيمانة اللي فاتت تقرعية جات لمراكش جاي لمراكش بان لي حال سخون قرعية مرحبا بك والله العظيم الا شرفتينا ومرحبا باختي بشرى الله يحفظك الجنة اختي ونهار كبير هذا الله يحفظك الله يحفظك وانتوما وانتوما معانا تحية لفاتي صوفيا تحية لك فاتي صوفيا تشوف الفيديو مننا هذا معانا تنتسنى حتى شي نهار نمشيو عندها ان شاء الله كلهم هي وحكيمة ام سيف غتشوفنا هنايا غنمشيو عند الهام الهام لبنى حيدة لبنى حيدة صالحة صالحة شانيل زكية وورد كلهم كاملين تسناو ان شاء الله نجمعوا عليكم دورة شرفية ان شاء الله ان شاء الله نجيب الصحة والسلامة طلعوا لي فراسكم وما تنساوش قناه امراه مكافحه وقناه مهدي اسمك مهدي المهدي العيار قناه الله تفنى زوين عشاق الحوت الناس العشاقه للحوت استفاده الحوت طري وزوين والاثمنه في المتناول وجميع الاسماك شوفوا ما نقول ما نقول لكم هذه الهضره حتى من بعد ناكل باناش اللي جاب لي مهدي انا شفت مهدي انا ولكن باقي ما دقناش لا ما دقناش ندوقوا حتى مرتاح يجيبك لا تنشوف انا تندوق غندوق فاش طيبين ديري دا خاصنا مهدي ضروري ديال باناشي ديال مهدي نطيبو نقولو لا باناشي المهدي الله يحفظكم يا رب الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم المهم الناس المتتبعات ديالنا عندهم متتبعات بزاف في كازا اشنو بالضبط في كيف المحل ديالك السي مهدي حي الشريفه حي الشريفه راه عندو المحل تما ديال احسن حاجه ديال الحوت وكل شيء وباناشي وعشاير وباناشي والناس اللي كيسولوني على الحوت ملي كنحط الفيديوهات ديالي حيت كيقولوا مراكش نتوما ما عندكمش الحوت الحوت عندكم زوين لقيت شي كيدير لي في التصالح اصل المهدي عنده الحوت واعر وكان كاين دايا المهدي في كازا راه من عنده الله ينور الله ينور مرحبا بك مرحبا كازا هو عنده سلعه احسن من لا ما ضروري ضروري اه والله يود راه ما نساناش نحط لايك لا الله يود انا بشرى جال مرات شويه راه شافوا معنا الحوت من الاول لا لا انتو السلعه واعره وزوينه في المتناول تبعك انا كنقول لك انا الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك شجعوا تبارك الله هذا هو المحتوى اللي كيستاهل تشجيع صراحه بحال ما عائليه كيستافدوا منها الناس وكلشي وعائليه تفرجوا عائلة ما كاين حتى حاجه ديال العيب ولا شي حاجه ديال العيب وبنادم يستافد يستافد لا ف هكا بغا يتقدى ولا بغا شي حاجه نقيه يمشي ياكل لكم يستافد على جوج شي الله ينور اختي موسى الله يكبر ومرحبا بكم عندنا ان شاء الله في كازا ومرحبا بنا عندكم هنا في مراكش ان شاء الله الله يسلمك وعندك حتى كازا شنو غادي نجمعوا عليك مرحبا بكم في اي وقت الله يوفقك الجنه بارك الله فيك الله يحفظك ويحفظ المدينه رجعت معكم دابا مهم بحال خرجت اختي بشرى وسي المهدي وليداتو مرحبا بهم والف مرحبا عندي صراحه شرفوني دازت واحد النهار صراحه زوين بزاف ما صبرناش بزاف لي ديتاي تاع كل شيء هكا قسمنا مع بعضياتنا كنهضروا كنعطيو افكار بعضياتنا كنستافدوا من بعضياتنا ضحكنا مع بعضياتنا كنا صراحه كان معنا رشيد راجلي بشرى بنت عمي وليداتنا كاملين وليدات السي المهدي الله يحفظهم ويخليهم لينا صراحه خصاتني ماما
ماما عيانه شويه داكشي باش ماما هي كانت باتجي عيانه شويه الله يشافيها وصافي هكا دوزنا وقيت زوينه والله ما سخيت بهم. تحيه لكم كبيره جميع متتبعات الناس ديال كازا الله يعمرها دار والبنات صحباتي اللي كاينين في كازا مرحبا بكم حتى نتوما عندي في مراكش. شيماء ام براء تحيه لك كبيره ومرحبا بك عندي في مراكش. المهم صحباتي كلهم بدون استثناء الهام طويل زكيه وورد حكيمه ام سيف كلكم مرحبا بكم عندي في مراكش. ايوا صافي البنات دوزنا وقيت زوينه هضروا مع بعضياتنا تناقشنا مع بعضياتنا صافي البنات هذا ما كان. نتمنى يعجبكم لا فيديو ديالي اليوم. ما تنساوش تدخلوا عند السين مهدي هكا قولي جينا عند كوثر واختي بشرى امراه مكافحه وبسلام عليكم.